وسهلا فيكم مشاهدي شاشة الرأي في حلقة جديدة من برنامج رأيكم الشباب متواصلين من ست لسبع معاكم في حلقة البنات اليوم إن شاء الله تكون مميزة وتعجبكم أكثر مساء الخير أسرار مساء الخير شيخة مساء الخير لجميع مشاهدين شاشة الرأي برنامج رايكم شباب دائما ما تكون يوم الاربعاء مخصص للبنات دائما ما تشوفون احنا اليوم اليوم بالصدفه صار نحن لابسين اصفر بس الاصفر ترى يعطي نوع من الذكاء وممكن يكون في نوع من الحكمه ولكن اذا كثرنا فيه ممكن يصيبنا امراض هذا اللي قريت عنه اكيد طبعا الاصفر معروف انه هو لون الغيره او الورده الصفراء هو دائما لما تهدين احد لون اصفر ورده صفراء يعني غيره صحيح فاللون الاصفر حلو بس ترى بالصدفه احنا مو متفقين <applause> كلش كلش فخلنا نبلش اول فقرات رايكم شباب اليوم اول فقره راح تكون فقره ابديت ومهارات جديده راح تكون مع الزميل نايف البشايره مثل ما تعودنا في كل اسبوع نعم اكيد ودائماً ما يكون لما يقرب شهر رمضان الفضيل نشوف البنات والامهات يبدون أنهم يروحون يجهزون حق شهر رمضان لكن اليوم احنا راح نجهز لهذا الشهر الفضيل مع الناشطه الاجتماعيه سميه الرويشد نعم راح يكون معنا مع مخيم الرتيل الرمضاني فرصه لقضاء اجواء روحانيه مع خير كتاب كتاب الله عز وجل اكيد نتعرف على هذا الفريق في حلقتنا اليوم نعم اكيد راح يكون ختامها مسك مع مركز حياه للفتيات هذا المركز اللي يحاول هو يسقط شخصيه البنات شلون ممكن تكون عندهم شخصية قيادية في أسس أصيلة أكيد راح نتعرف على هذا المركز في حلقتنا اليوم نعم واللي حاب يتواصل معنا أو يناقشنا في أي موضوع من مواضيع حلقاتنا حلقتنا اليوم يتواصل معنا عن طريق التويتر @رايكم اس والفيسبوك دوت كوم سلاش رايكم ظاهرة أسفل الشاشة نعم اكيد هذه مواضيعنا اليوم وهي احد حاب يشاركنا مثل ما ذكرت لكم شيخه هذه طرق التواصل اليوم شفنا المواضيع راح تكون مختلفه خصوصا رمضان قرب وانا وايد عاجبني شلون الواحد يجهز نشوف الامهات هتبدون يروحون للجمعيات ويشيلون الكبت ويتعيلولت المطبخ ممكن تكون اشياء لرمضان لكن ما يدرون ان في امور اخرى ممكن الواحد يجهز حق رمضان مو بالاكل ولا هالاشياء ممكن الواحد يجهز شلون ممكن يختم القرآن، شلون ممكن يروح مثلا بالعشر الأواخر، شلون ممكن يكون عنده وقت للدعاء، وممكن نشوف ان هذا الشهر أكيد شهر فضيل، فشلون ممكن الواحد يقسم وقته بين هذا وبين هذا؟ أكيد راح نتعرف اليوم في حلقتنا عليه. صح ودائماً برمضان في أجواء روحانية وايد جميلة صحيح. تكون موجودة في رمضان طبعاً خصوصاً البنات في أشياء وايد يقدرون يسوونها في رمضان، فأنا أنصح الكل إنه يستقل هذا الشهر بأشياء مفيدة روحانية لأن هذا شيء وايد حلو اجواء وايد حلوه لكم ولنا اكيد نعم اكيد وشلون ممكن انتم تجهزون لهذا الشهر راح نتعرف عليه في حلقتنا اليوم لكن خلونا نبتدي اولى فقرات رايكم شباب لاي احد حاب انه هو يطور من نفسه ومهاراته الذاتيه مع مع فقره ابديت للزميل نايف البشايره في هذا التقرير مساء الخير نجدد معاكم لقاء في فقرة جديدة من فقرات اللي, اللي نحاول كل مرة فيها نقدم شيء جديد في عالم تطوير الذات والتنمية المشاريع فقرة أبديت خلكم معنا تابعونا اليوم موضوع جديد ومختلف تخيل عندك حساب افتراضي الحساب هذا ينزل فيه يوميا ستة وثمانين ألف دينار يومياً اول ما تقعد الصبح تلقى المسج جاك على التليفون عندك رصيد 86400 دينار وفي شرط مهم انه في نهايه اليوم لازم تكون مصفر هذا الحساب يعني اي مبالغ متبقيه ما راح تترحل معاك لثاني يوم اول ما ينتهي اليوم المبلغ راح يتصفر وراح ينزل من جديد ثاني يوم نفس المبلغ ونفس الرصيد طبعا الغالبيه مستانسين يقول الله 86400 دينار يوميا في حسابي هذا هذا شلون هذا؟ لا والحلو في الموضوع من غير تعب ومشقه وبدون اي وظيفه كل ما عليك انك تقعد يوميا الصبح وتشوف هالمبلغ عندك والمطلوب انك تخلص هالمبلغ طبعا الكل راح يبذل جهده ووقته في انه يستنزف هذا المبلغ يوميا لان اي مبالغ زائده ما راح تترحل ثاني يوم لا راح تنتهي فشنو مدى شعورنا مدى اهتمامنا مدى الـ الـ الاشياء اللي راح نشتريها شنو اهميتها شنو قيمتها يمكن راح نشوف ان احنا نشتري اشياء حتى ما لها معنى ولا لها قيمه المهم ان نصفر الرصيد ما نخلي شيء في الرصيد تخيل انت قاعد تعيش هذا الموضوع قاعد تعيش هذه اللحظه قاعد تعيش هل هالمشاعر هذه ان انا قاعد الصبح وعندي رصيد 86000 و دينار الكلام اللي قلته قبل شوي الحساب الافتراضي المبالغ طبعا هو مجرد حلم للكثير امال وطموحات واهداف ويمكن فعلا في ناس واصلين لهالسقف لهال هذا العالي واكثر يمكن ينزل في رصيدهم يوميا هال هالمبالغ بشكل حقيقي لكن البعض يمكن يقول انا ودي لو جزء بسيط والبعض ومو البعض يمكن الاغلبيه يجهلون وما هم يعني ما عندهم علم انه هو فعلا وعلى ارض الواقع ينزل في رصيدهم يوميا 86400 ثانيه يوميا اكررها المره الثانيه 86400 ثانيه تنزل في رصيدك يوميا وانت ما تدري عنها ولا قاعد تشيك على حسابك اصلا ولا قاعد تدري ان عندك حساب اسمه ثواني اسمه دقائق اسمه ساعات اسمه زمن مهمل حساب الزمن والوقت للاسف مهمل رصيد الوقت او حساب الزمن الحلو فينا مجاني وذكرت انه كل يوم تقعد تلقى عندك الرصيد موجود شطار عليك انت تستثمر هالرصيد او ما تستثمره للاسف ان لما قلت موضوع المال الكل يمكن يجتهد في انه يصرف المبلغ ويحرق الرصيد عفوا على المصطلح حرق الرصيد حراق ما يخلي حتى 100 فلس لو لو كان مبلغ فعلي ودرى انه في نهايه اليوم هالمبلغ هذا ما راح يترحل لثاني يوم وراح يتصفر فراح تشوف انه يستنزفه ويستثمره بكل الطرق لكن الرصيد الواقعي والحقيقي اللي هو الوقت ست 86400 ثانية يوميا موجودة عندنا ما ندري عنهم ولا في حسابنا ولا حاطينها في حساباتنا، إذا انتهى اليوم راحت الثواني ما عاد ترجع وما عاد الوقت يرجع بالأساس. القرار قرارك أنك تستثمر وقتك، شوف كم ثانية في اليوم عندك، هالثواني ترى ما هي سهلة. أمم راحت في ثواني معدودة، حضارات انتهت في ثواني معدودة. شوف انت شنو قادر تسوي في الثواني وشنو قادر تترك وتخلي لك بصمه طيبه واثر طيب في ثانيه. شوفكم على خير في استثمارات اخرى. مع السلامه. رجعنا لكم بعد هذا التقرير كل الشكر حق الزميل نايف البشاري اللي دائما يبدع لنا في كل اربعاء في فقرتها الابديت طبعا مثل ما قلنا في بدايه الحلقه ان وايد ناس او وايد خلينا نقول خصوصا البنات يقعدون بالبيت في الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم يقعدون في البيت يطلعون مسلسلات يقضون اوقاتهم في القبقات او الشوبينج هذه الاشياء وايد تاخذهم في رمضان فشلون البنت ممكن تخطط حق اضاء شهر رمضان الفضيل في اشياء تنفعها عشان لا يروح عليها الشهر وهي بعدين تستوعب في اخر الشهر انها هي ما استفادت منه بولا شيء راح نعرف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع مع الناشطه الاجتماعيه سميه الرويشد المعروفه باسم ام عامر السيف حياك الله حياكم الله الله يحييكم يعطيكم الصحه والعافيه بارك لكم يا رب ومبارك عليكم مقدمه ان على شاء الله علينا وعليك اكيد واحنا سعيدين في وجودك معنا خصوصا <applause> في الحلقه الخاصه في البنات دائما ما نشوف ان البنات هم اكثر بنات اكثر يعني ممكن يقول الشباب الشابات هم اللي يقضون شهر رمضان بشكل ممكن يكون غير صحيح بالمسلسلات بالمطبخ ممكن تكون في هذه الامور ممكن تلهيهم حق امور اكيد ممكن تفيدهم في شهر رمضان لكن في البدايه نتعرف اكثر على البرنامج اللي حضرتك اعددتيه للبنات خصوصا انه اسمه اسمه وايد مميز وايد وايد يجذب بصراحه وطاعتي سر ساعتي. سعادتي نعم طاعتي سر ساعتي هو سبحان الله اسال فيه الله سبحانه وتعالى ان يسرنا هذه الطاعه في شهر رمضان شهر رمضان تبارك الرحمن هو ضيف يمر علينا يعني خلال الاشهر كلها فاحنا لازم نقدم لهذا الضيف كل ما يجود بنفسنا من شيء سبحان الله يليق بمقام هذا الضيف اللي احنا يدخل علينا يعني لو يعني ضيف عادي في البيت في ايش كثر امهاتنا يهتمون بالمواعين وبالاثاث وبالشغله هذه عشان ضيف جديد جاينا او الام اذا جايها مولود جديد يروح شلون تستعد حق الاستقبال هذا الضيف ايش ما بالك هذا شهر والشهر هذا سبحان الله تؤجرين عليه يعني في حسنات كثيره بفضل الله سبحانه وتعالى راح الله سبحانه وتعالى يعطيك حسنات واجور عظيمه على اعمال يعني سبحان الله صغيره نعم. يعني سبحان الله فالإنسان يستقل هذا الشهر لأن الله أعلم ولم عند الله سبحانه وتعالى إحنا إن شاء الله بإذن الله نقول اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا يعني أمين. ندخل إن شاء الله نصومه ونقومه بفضل الله سبحانه وتعالى ويبلغنا فيه ليلة القدر لكن المهم أنا شنو أطلع فيه من هذا الشهر سبحان صحيح. الله، صحيح. فلازم خلال هذا الشهر مثل ما انا اقول لكم يعني ساعات انت سبحان الله اشياء كذي صدفه فتلزمين بريك يعني عرفتي؟ اذا ما كان عندك حزام الامان تنصدمين ولا ما تنصدمين؟ راح تتعورين صح. صح ولا لا وهذا النظام الجديد، فاحنا في رمضان شويه نشد الحزام الامان لانه بفضل الله سبحانه وتعالى ورانا طريق بفضل الله راح يوصلنا وإياكم إن شاء الله نسأل في رضا الله علينا ثم ندخل في الجنه تحت رحمه الله اذا انا شنو مسؤول شنو مطلوب مني خلال هذا الشهر خلال هذا الشهر مطلوب مني عباده لله سبحانه وتعالى عن طريق الصلاه عن طريق قراءه القران عن طريق حفظ الايات عن طريق الاطلاع على اعمال الخير شنو في خير اقدر اقدمه لنفسي او لي اللي حوالي وفي الاخر اخذ الاجر من الله سبحانه وتعالى اذا الانسان اذا دخل شهر رمضان وعمل اعمال صالحه بفضل الله سبحانه وتعالى ترضى الله ثم طلع من هذا الشهر بفضل الله سبحانه وتعالى باعمال وهو يحس ان من داخله نفسيته مرتاحه وقلبه من شرح يعرف ان هو هني صار عنده انجاز صحيح. والانجاز هو انك انت تقدمين كل عمل صالح تقدمينه خالص لوجه الله تسالين الاجر والثواب من الله ولا تسالين شاهد على عملك الا الله سبحانه وتعالى راح يعني تجنين من وراه اربع ثمرات اللي هم الراحه والطمانينه والسعاده والرضا. نعم شيء جميل طبعا جميله هذه البرامج في رمضان اكيد وتفيدنا احنا خصوصا احنا كشابات أه. او شباب كعامه تفيدنا وايد واكيد نستفيد منك استاذه نبي نتكلم عن خصوصا خلينا نقول الشباب او أه. البنات خصوصا أه. شيء مهم انهم يحطون مخطط حق شهر رمضان اكيد اكيد لازم تحط لأنه أه هم فيهم طاقه حلوه يعني خلي الام مشغوله شويه بالمطبخ انا اقول البنات شويه يتعلمون في رمضان السنه مثل ما احنا نقول يعني سنع البنات الحلو الكويتيات المشهورين عنا اللي ما شاء الله لا اله الا الله اللي شفتيهم بالاستقبالات كل وحده ودش تاكلها تبلعينها بلاء من السنة. والله العظيم من الكلام من اللباقه من الاناقه فبرمضان شوي نصير انيقات انيقات يعني اقصد فيها بالتحشو مع الله سبحانه وتعالى انيقه بكلامك انيقه في سلوكك انيقه في ملبسك صحيح. صح يعني شويه هذا الشهر يبي لو يدخل اي نظيف قريب ببيتنا ما راح يشوفنا بالهيئه اللي احنا بنروح ننام فيها او الهيئه العاديه، راح نتزيله ونتستنى له، فالمفروض أني انا هذا الشهر اقبل علي اول شيء اني اراعي الله سبحانه وتعالى واني اتحشم حتى لو انا سافره، المهم اني انا اتحشم في هذا الشهر حتى سبحان الله لا ينجرح صيامي، ثانيا اني انا اعمل من خلال هذه الجروبات اللي احنا قاعد نسويها الحين بالتليفونات الذكيه يعني الجروبات هذه خليها تشتغل شويه. يعني مثلا مسابقة في الجروب ما نطلع إن شاء الله بإذن الله من هذا كل أسبوع أو كل يوم نسوي مسابقة لحفظ آية صحيح. آخر الشهر سبحان الله راح تكون عندك ثلاثين آية صحيح. سبحان صحيح. الله أتسوي لك حفظ الأربعين نووية اللي هم الأحاديث الشريفة بفضل يعني سوي مسابقة وشوفي من الحافظة أكثر هذه وجوائز لازم تكون مسابقة يعني فيها جوائز لأن أنا يعني أنا قبل شهر قدمت في شهر شعبان حق الجروب اللي عندي جروب خواتي قدمت لهم مسابقة لا. فسبحان الله أهديتهم الجوائز يوم الخميس فكانت فرحة فقلت لهم يلا تجهزوا الجروبين اللي جر... الجروبات كلهم اللي عندي يلا جهزوا في مسابقة حق شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى بس ما راح اعلن عنها هم قاعد يطالعوني على الحين يشاهدوني فالمسابقه هي سبحان الله تختص في حفظ القران الكريم نعم. وفي آ... في صوره معينه في القران راح اجيب من خلالها اسئله لانهم ابيهم يتابعوني عرفتي ويقرون هذه نعم. الايه ويقرون تفسيرها نعم. شوفي سبحان الله انت راح تعيدين تعينهم على خير ما تعينهم على شر يعني نعم. احنا طبعا مستمتعين في الحديث والنقاش معك اكيد انا واسرار ومشاهدينا اكيد راح نكمل حوارنا مع ام عامر السيف من بعد هذا الفصل خلكم معنا شكرا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل ومستمرين في حوارنا مع الناشطة الاجتماعية سمية لرويشة حول موضوع كيفية التخطيط لشهر رمضان الفضل يمكن استاذة سمية وايد نشوف بنات يدش علينا رمضان ويخلص لحين حتى ما اختموا القرآن ولا أساسا كان عندهم خطة شو ممكن يقضون شهر رمضان في الأمور الصحيحة لكن توقعين شو الأسباب ممكن تكون؟ الأسباب أنا أقول الشيء واحد اللي هو سبحان الله قلبهم يحتاج إلى ترميم يعني مثل ما إحنا نرمم بيوتنا بلشته ونتفقدها للسطوح عشان ما يخر علينا الماء أقلوب البنات هذيل يحتاج إليه ترميم لأن احتمال يكونون أهما في غفلة. لا. والغفله سبحان الله ساعات اذا كانت وايد يعني انت مصره على قفله يعني الانسان مصر على قفله ربي ما يعينه حتى على عمل صالح وهذا الله ذكره في سوره الحشر قال يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم حتى لا. العمل الصالح الله ينسيهم اياه سبحان الله ما يعطيهم اياه لكن اذا كنت انت دائما مع الله سبحانه وتعالى وقلبك مثل الدنمو بين فتره وفتره شفت الحنفيات الماي ساعات اذا ما استعملتيها يطلع اللون الصدع هذه هذه قلوبنا إذا ما بين فترة وفترة ذكرتي الله سبحانه وتعالى وملأتيها بذكر الله وأعمال الصالحة سبحان الله عمرها ما راح تجيم آه. وهذا الله سبحانه وتعالى أكد عليه في كتابه الكريم ألا بذكر الله في سورة الرعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذا إذا اطمئن القلب تطمئن النفس تطمئن الجوارح هني سبحان الله الله يكون هذا الإنسان من شرح لهذا الشغل لكن بنات في بعضهم الله يغفر لهم يسامحهم البعض مو الكل يكونون غافلات بهذه الأشياء تغفل بالموضة وتقفل بالذراريع وتقفل بال بالطلعه وبالروحه وبالصالونات وبالاشياء هذه تفكر فيها وما تفكر في عملها اللي تقدمه لها نفسها سبحان الله قدامها يعني في الطريق هذا السليم اللي هي بتروح له طريق طريق الجنه يعني الله محتاج منك عمل سبحان الله عمل يعني في كبت في بعد هم في شويه صبر فبرمضان سبحان الله عينوا عينوا بعضكم بعض كونوا مفاتيح للخير مقاليق للشر سحر. عينوا بعضكم بعض يا بنات على انكم تكونوا مفاتيح للخير مقاليق للشر بانكم تامرونهم بالمعروف وتنهونهم بالمنكر بر التي هي احسن نعم. يعني سبحان الله خلوهم يعني عينوهم بالمسجات، عينوهم بالبطاعه، عينوهم باشياء وايد نعم. يعني تعلمهم عشان ما يغفلون شويه عن يعني ذكر الله، لان حرام هذا الشهر الله اعلم احنا داخلين السنه السنه الجايه الله اعلم احنا فوق الارض او نعم. تحت الارض صحيح. يعني. نعم ام عامر بس اذا مثلا البنت تبي تبي افكار جديده، تبي شيء تسويه في رمضان عشان تستفيد منه، شنو هذه الافكار ممكن تسويها الشابه؟ الشابه صراحه الكويتيه ما تحتاج نصيحه. أقل مطبخ اسنع البنات اسنع البنات بنات الكويت طبخات الانستغرام بيقول اوه يعني من الطبخات اللي فيه لكن فح. احنا نحتاج شويه تقويم تقويم نعم. بان شويه نقوم نفسنا على اشياء تساعدنا مثل نعزز عندنا قيمه الصبر قيمه التوكل قيمه نعم. الايمان قيمه التقوى نعززها عندنا في نفسنا وفي نفس بنياتنا نعم. في رمضان شويه سبحان الله نسوي في البيت شويه اشياء تبين ان هذا الشهر مقبل علينا نعم. شلون شلون؟ خصصي ركن في بيتك حقك وحق امك والام الكبيره اللي عندها تناين تخصص ركن كذي كبير حلو يروحون الحين ويشترون ثياب وسيايد. نعم. انزين يحطونه ويحطون مسجله ويحطون شويه ادعيه ويحطون شويه ياطات على اساس ان هذا الركن في يعني ركن ال الانسان تقرب فيه الى الله سبحانه وتعالى وتتعبدين فيه في هذا البيت اذا ما يحصل لك تروحين برا انا مره سويتها ويتعلقت اشياء وصلوا على النبي ذكر الله ولا اله الا الله وكذي فولدي وشافني اعلق فقال الله يما شنو في <applause> الانتخابات <applause> فقلت له لا هذه عشان تذكير لله سبحانه وتعالى <applause> الانسان هذا هذا ال... الركن وموجود عندي في بيتي هذا الركن موجود عندي في بيتي من زمان يعني من سنين اه الشيء الحلو ان نساعد هالصغيرونات هذيلا اه اول شيء صار عندهم الصلاه عاده وبعدين يصير عندهم عباده يلا يا صغار روحوا فرشه وحق الكبار السياعيد صحيح. حطوا كل واحدة يمها ثوبها وكذي اذر العصر نصلي جماعه النادي وحده من هالصغار يلا تذكرهم بصلاه فحلو انك انت تحملهم مسؤوليه قاعدون صلاه الفير انتم سهرانين قاعدون صلاه الفير قاعدون يلا الصلاه روحوا فرش السيايد واحدة وحده منهم تتبرع انها تفسر لهم القران بعد كل صلاه ايه انا ما اقول تفسر هذه حديث سبحان الله استفساري ولهم شريط يحطونه يسمعون فيه فتاوي عن النساء احنا وايد نسال برمضان عرفتي في عندك اللي هو العمل العمل الجماعي اللي هي بعد الفطور في الاكل الزايد يروحون <applause> مثلا يتقاسمون إن مثلا كل واحدة تروح توزع على منطقه او على <applause> ناس فقاره محتاجين <applause> عندك اللي هي الاستقبالات يعني اذا كانوا يصلون لعشه في ناس في ناس يعني تكون عندهم مانع يجون يقعدون في البيت ويستقبلون الزوار على ما يجون الناس اللي في الصلاه المهمات سبحان الله حلوه صحيح. ومختلفه حق صحيح. ممكن تفرق تفرق من وحده لوحده شو ممكن هي تخلي عيالها وتشجعهم على انهم يمكن يصلون انهم يقرون دعاء او انهم يقرون حتى قران لكن هل تشوفين ان في دعم من الاسره من الاصدقاء انه ممكن تخلي البنيه تحقق اللي هي تبي او اللي هي تبي توصلها في رمضان يصير اذا كانت الام نجمه في البيت إذا كان الأب نجم في البيت لا. دائما يمشون على أثره وبالنجم هم يهددون أنت لا تقولي حق عيالك سو سووا ترى نلبح وياهم البنات لكن سبحان الله أنت من نفسك راح تعرفين أن هذه أمها يعني مع احترامي لكل أم كلهم سنات بس هذه أمها وايد ملتزمة وايد دينة فتشوفين لا. تصرفاتها وأشياءها لأن إحنا نقول أمشي مع المصلين يصلي واللي يمشي مع المقنين يقني، يعني ما فيها شيء مو عيب، بس تشوفينهم الامهات اذا كانوا هم سبحان الله بسلوكهم بالبيت وتعاملهم مع مع الخدم وتعاملهم مع شلون يعني المحافظه يعني او المحافظه على طريقه الصلوات واوقاتها وقراءه القران، يعني انا انا الحين يعني كبيره بالسن، تعلمت يعني تعلمت قراءه القران من ثنتين، يعني يدتي الله يرحمها ام ابوي أو نوره صرعو يعني ام صديقتي تبارك الرحمن ما ننام الا نقرا القران يعني اللهم لا نفاق ولا رياء يتقبل من الجميع فتعودنا حتى بناتنا قاموا يتعودون مثلنا إن اذا ما شافوك اليوم تقرا القران يعني يذكرونك مثلا فهم كذي يعني بس سبحان الله عامر في بصراحه يعني بصراحه انه في وايد مغريات في رمضان مثل أكيد. المسلسلات مثل المعارض مثل الغبقات وايد اشياء كذي فانا مثلا انا من الناس إني ما ابي اضيع هذه اللي يعني الفرصة. الليالي المقدسه صح. بهذه الامور فابي يعني ابي احافظ فبشكل مختصر شنو تنصحين كل شابه ان هي تسويه عشان تحافظ على هذه الليالي مو يعني مو عيب انك انت تنظمين تنظيم وايد يخفف عليك القلق والتوتر نظمي حياتك سبحان الله وما فيها شيء مو مانع انك يعني شنو المانع انك انت تروحين معرض ولا تروحين قبقه ولا تروحين هذه بس لازم تحافظين يعني انك انت دائما تذكرين نفسك وتحطين عندك اشارات ان عندك الطاعات اكثر من المباحات حتى لو كانت هي ايه مباحات يعني مثل ما نقول يعني الله سبحانه وتعالى بايح ان نطلع يعني نروح نشوف معرض او نشتري او هدايا او قرقيعان مثل ما يقولون لكن اه يعني لا تطقي على مجمل الشهر كله، خلي فهمت. عندك رصيد قوي، يعني لما تروحين يوم القيامة تطقي الكرت ولا كرت تبارك الرحمن الميزان يعني فهمت. سيده فهمت. على قولهم برحمة الله الجنة يعني فهمت. شهر واحد كتفي في عبله يعني وايد ركزي على هذا الشهر وخلي هذاك هذاك عليهم ان شاء الله نعم اكيد الناشطه الاجتماعيه سميه الرويشد ام عامر السيف نورتينا اليوم واستفدنا منك اكيد وانا متاكده ان كل مشاهدينا استفادوا من هذه الفقره شكرا يعني اكيد خصوصا إن المؤمنين يحتاجون للذكر وذكر ان المؤمنين ان وذكر ب... نسيت الايه لكن اكيد ان, إن, إن الذكر, إن الذكر تنفع المؤمنين. المؤمنين سبحان الله لازم الواحد يكون قريب من القران الكريم في هذه الليالي المقدسه في شهر الله. رمضان اكيد مشاهدينا مستمرين معاكم في فقرات رايكم شباب لكن ترونا بعد هذا الفاصل رجعنا معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل ومكملين فقرات رايكم شباب والاجواء الجميله عندنا في الاستديو مركز حياه للفتيات مركز غائم على ايدي شابات كويتيات ماهرات في مجالهم في خدمه المجتمع من خلال تاهيل الشابات من كافه النواحي لتكوين شخصيتهم خلونا نتعرف على هذا المركز التطوعي مع ضيوفنا في الاستديو معنا عائشه العبيدلي مسؤوله مركز حياه للشابات حياه الله الله يحييك ومعنا دلال الشمري عضوه عضوه لجنه البرامج والانشطه في مركز حياه للشابات حياك الله الله يحييك حياكم الله اكيد في الحلقه الخاصه للفتيات واحنا نفخر انه يكون عندنا بنات يحاولون انهم يغرسون هذه ممكن تكون الاسس السليمه والصحيحه شلون كل بنيه عندها شخصيه قياديه واكيد راح نتعرف اكثر على هذا المركز معاك يا عائشه شنو هو مركز حياه للفتيات وشنو كان الدافع من وراء تاسيسه بسم الله الرحمن الرحيم او بدايه أنا احب اشكركم على استضافتكم لنا في برنامج رايكم شباب آه مركز حياة للشابات هو مركز يهتم بالفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة آه نهتم إحنا بالشابة الكويتية في أن نسقل شخصيتها يعني أهم شيء لو تلاحظون كل إنسانة أو كل شابة كويتية تتمنى أن تكون عندها شخصية تميزها عن غيرها من الشخصيات فتتمنى أن يكون عندها كاريزما خاصة فيها فاحنا رؤيتنا في مركز حياة التميز في بناء الشخصيه المتكامله للفتاه الكويتيه ولما انا ابي مثلا يعني لما انا ابي الشخصيه المتكامله للفتاه الكويتيه لازم اتعب على نفسي صح. اشوف صح. شنو جوانب القوه اللي عندي واشوف شنو جوانب الضعف اللي عندي م. او ممكن ان مثلا ابي اضيف اشياء جديده او مهارات جديده حق حياتي أساس ان انا اغير في شخصيتي م. عشان كذي كان مركز حياه اللي يوفر محاضرات متنوعه في كل المجالات المجال الايماني والمجال الثقافي والتطويري والتربوي والاجتماعي لعم. نعم شيء جميل انتم طبعا اول ما جيتوا اعطيتوا لنا هدايا انا واسرار ثانك يو وايد على الهديه بس كلمنا سامنة. شنو هذه الهديه شنو موجود فيها هذه الهديه كنا مشاركين في معرض سواعد نعم. او كان يعني كان عندنا بوس هناك انزين فحبينا نقدم حق الناس اللي تسأل وتسال عن مركز حياه شيء يذكرهم فينا او شيء يعرفهم فينا نعم. فكانت عباره عن شمعه طبعنا عليها كلمه اللي هي كل جماليات الحياه لا تساوي شيئا ما لم تكن نظرتك اليها جميله نعم جميل هذا الكلام اكيد واكيد احنا ما راح ننساكم لان هذا شيء وايد حلو نفخر ان عندنا شابات كويتيات مثلكم اكيد دلال نشوف وايد تجمعات نسائيه شبابيه قاعد تسوي نفس الفكره ان هي تكون شخصيه الشابات عشان يعني تفيدهم مثلا فشنو يميز انتم مركزكم عن الباجي حلو احنا بداية اللي يميز مركز حياة ان احنا الفئة العمرية مالتنا من 18 ل 35 نعم. ما حددنا احنا اغلبية النوادي اللي موجودة بالكويت تاخذ هي من عمر 15 ل 25 اللي هو من انتهينا الجامعة خلاص انزين اللي لسه عمرها 26 27 وين تروح؟ فاحنا نقول حياكم الله عندنا مركز حياة احنا نهتم فيكم ونبيكم وانتم يعني شيء عظيم عندنا نعم. فهذا الفئة العمرية بداية أه واللي يميز بعد مركز حياة ان احنا شغالين طول السنة يعني احنا مقسمين السنه على كورسات او او مواسم نقول الموسم الاول هو يبدا من شهر 9 لشهر واحد بعدين فتره الربيع عندنا نسوي كامبرا رم... آه نسوي كامب او نسوي دورات، بعدين نرجع مره ثانيه الموسم الثاني اللي هو طبعا كل موسم احنا عندنا عباره عن ثلاثة شهور، نرجع مره ثانيه الموسم الثاني اللي هو من شهر 6 لشهر 9، سوري من شهر 3 لشهر 5 5 او 6 بعدين نرجع حق فتره الصيف او آه رمضان نسوي كامب رمضاني، والحلو بمركزنا بم... ان احنا شغالين مثل ما قلنا بطول السنه والمحاضرات اللي نقدمها بالمواسم كلها مجانيه، وكلها تكون متنوعه. فيعني كل واحنا عندنا يوم خاص اللي هو كل ثلاثه، فكل يعني. ثلاثه من كل اسبوع عندنا محاضره مجانيه ومتنعه حق كل فتاه. يعني شيء وايد حلو. بعد. فضلين. ان احنا يعني المحاضرين اللي قاعدين نستضيفهم حق مركز حياه الحياة كلهم من حمله شهاده الدكتوراه والماجستير او يكون مثلا شخص تميز في مجاله، نعم. فيعني كل المحاضرات اللي قاعد تصير كلها على مستوى اكاديمي عالي. نعم, نعم. نعم. شيء وايد حلو ان مركزكم غير ربحي يحاول انه هو يغرس نقول اسس سليمة في الفتاة من دون ما يكون مردودها مادي لكن عايشة هل في أسس معينة تعتمدونها عشان ممكن توصلكم انتم تحققون الهدف اللي توصلوله خصوصاً الهدف وايد كبير إنه شو ممكن تنمون شخصية البنيه وشو ممكن تكون شخصيتها قيادية صح إحنا يعني اساس نبدا يعني لما نبدا برامج حياه الاسس اللي, اللي نسويها اساس نبدا برامجنا م. ان احنا تكون عندنا خطه نمشي عليها يعني احنا ما نمشي عشوائي يعني لو تلاحظين الموسم الواحد ثلاث اشهر انزين والثلاث اشهر والشهر الواحد في اربع اسابيع اللي هم كل م. ثلاثه انزين ف يعني فاحنا ما نحاول انه يكون شهر كامل كله ايماني او شهر كامل كله تطويري لو تلاحظين تلقين انه اي منوع مثلا يوم ايماني يوم تطويري يوم ثقافي وهالحركه ما تصير عشوائيه يعني احنا كلها قاعدين ومخططين ومنظمين حق هالموضوع نعم حلو حلو المراكز مثل هذه لازم يكون لها تخطيط عشان تمشي صح اكيد وعشان الناس ما يملون او الشابات بالاخص ما يملون احنا دائما قاعد نشوف هذه المراكز تفيد الشابات باشياء وايد فشنو مركزكم دلال يفيد خلينا نقول المجتمع حلو احنا بدايه لما نقول كلمه مجتمع مجتمع هي مجموعه من الافراد <applause> فانا لما تينا شابه الكويتيه وتبي تطور من عمرها وتمدي فيها وتبي يعني تطلع احنا واحنا ان شاء الله يعني علينا ان احنا نبي نطلع احنا احنا زينين احنا اللي <applause> متكاملين احنا اللي <applause> فينا كل شيء احنا نعرف كل شيء فلما <applause> تينا الوحده مثلا انا ضعيفه بهالشغله ابي اطورها ف احنا نطور فيها بهذه الشغلات. طبعا احنا لما نستعد الدكاتره مثل ما قلنا، دكاتره مختصين بهذا المجال، فنعطي برامج متنوعه مثلا يعني لما هي ايه اطورها مثلا من الجانب الايماني او من الجانب النفسي، هي قاعد تستفيد وبنفس الشيء، هذه الاستفاده قاعد تنتقل حق اهلها، حق ربعها، فانا يعني هي نفس سلسلة يعني منها الـ الـ الى اهلها، هذا طبعا كذي يعني احنا قاعد نكون مجتمع قوي يعني متماسك وقادر ويطور بعمره. نعم. صحيح خصوصا انتم قاعدين تبدون في اول عنصر هو عنصر الفتيات في اللي اكيد المجتمع ككل، لكن عيشنا بنتعرف اكثر على انجازات هذا المركز سواء كانت السابقه او القادمه. إنج.. انجازاتنا القادمه طبعا ما راح نفصح عنها ان شاء الله لان هي مفاجاه، فان شاء الله يعني تواصلون معنا في عناويننا المختلفه وراح نعم، توصلهم كل شيء. بالنسبه حق انجازاتنا السابقه يعني تقريبا سوينا ما يقارب ال 100 نشاط. محاضرات ودورات وكامبات فمن ضمن المحاضرات اللي احنا احنا سويناها هالكورس ان احنا كنا نجيب الكاتب انزين مع كتابه حلو اي فيعني يبنى المهندس عبد الله العتيبي كتابه فنجان من التخطيط ويبنى يبنى الاستاذ احمد بعركي يبنى الاستاذ احمد بعركي بذاتك اي موضوع استمتع بذاتك وبعد نوال المهيني في موضوع صداقة يبنى شيخنا نبيل العوضي وفهد الكندري يعني مم. كل محاورنا اللي نيبها مختلفة. مختلفة، يعني ما في شيء معين. آه وبعدين من... سعاد البشر، دمس... زوجي لك مني حياتي يعني تلاحظين ان المحاور مختلفة. نعم هذا جميل انه يكون في اشياء مختلفة، طبعا اللي حاب يتواصل معاهم اكيد طرق التواصل موجودة اسفل الشاشة. آه دلال كلمينا عن الصعوبات، هل في صعوبات واجهتكم كشابات مسوين مثل هذا المركز؟ آه اكيد لازم في صعوبات. آه اول صعوبة اللي واجهتنا آه الدعم المادي اول شيء. آه ثاني شيء احنا آه يعني لما احنا نقعد نخطط حق الكورس طبعا نخطط قبلها بفتره ونحط اسامي الدكاتره واسامي العناوين آه بس تعرفين اللي يعني يصير حق الدكتور ظرف طارئ او شيء يصير فيدق علينا قبلها باسبوع اربعة ايام اعتذر انزين اوكي فاحنا هنا نبتلش يعني صر احنا هنا عندنا الصعوبه اللي نبي دكتور ثاني قاعد نخيط نغير الخطه مثلا الاسبوع اللي طاف كان ايماني ما نبي نرجع ايماني او الاسبوع اللي طاف مثلا كان تطويري ما نبي هالمره تطويري زين الدكتور اعتذر تتغير الخطه ونجيب دكتور ونتصل وعرفت يعني هذه الصعوبات اللي قاعدتيننا صعوبه شوي حصل الدكتور فتره ضيقه نعم. يعني صغيره نعم يمكن نعم. نعم. هذه الصعوبات اكيد راح تتحدونها وتتخطونها اكيد شعلا. في المستقبل خصوصا انتم بنات وعندكم هذه الرؤيه شو ممكن تكونون شخصيه البنات اليوم كنا سعيدين في وجودكم معنا عائشه العبيدلي مسؤوله مركز حياتي للفتيات وايضا دلال الشمري عضو لجنه البرامج والانشطه في مركز حياة للفتيات حياكم <applause> الله ونورتونا أكيد اليوم <applause> حابة <محبت تصفيق> تقولين شي حياكم الله لا حابه اقول ان يعني اتمنى من الدكاتره ان يتعاونون معنا نعم. في استضافتهم يعني لما نستضيفهم لنا عندنا في مركز حياه نعم. ونوجه رسالتنا حق الشابه الكويتيه ان اذا حبت ان هي تغير من شا... تطور من شخصيتها للافضل ان احنا نقدم لها مركز حياه اكيد ويعطيكم العافيه ما قصرتوا وإن شاء الله يا رب نلاقيكم انجح والى الاعلى ان شاء الله يا رب مشاهدينا مخيم الرتير الرمضاني راح نتعرف عليه اكثر وتفاصيله من بعد الفاصل خلكم معنا رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل مستمرين في فقرات رايكم شباب دائما ما نشوف الانشطه والفعاليات قبل رمضان تكون متنوعه للفتيات لكن راح نتعرف اكثر على نشاط جدا مميز لمجموعه من الفتيات مخيم الرتيل الرمضاني تفاصيل اكثر عن هذا المخيم اللي يحاول شلون ممكن انه يستثمر وقت البنات في شيء مفيد مع عضوات في هذا المركز او في هذا البرنامج ساره البسام اداريه في مخيم الرتيل الرمضاني حياك الله وايضا ظهر الخليفي اداريه في مخيم رتيل الرمضاني حياك الله الله حيت حيت حياكم الله معنا اليوم محمد. بدايه ساره حابه ابلش معك ناخذ فكره عن اكاديميه حفاظ البيان شنو هو في البدايه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ابطال الصلاه بالبدايه أحب اشكركم على الاستضافه لنا ودعمكم للمراكز الشباب التطوعيه آه ونعم الله عز وجل علينا نعمه ان الله اختارنا واصطفانا من بيت كل الناس ان احنا نأسس مراكز ومشاريع قرآنيه. لا. أكاديمية حفاظ البيان هي مشروع فريد من نوعه، أول مرة يكون في الكويت. لا. الأكاديمية تستقبل أعمار من ثلاث سنين لما فوق، فهذا الشيء هو اللي يميز أكاديميتنا يعني. وأخذنا طرق حفظ القرآن من دول عالمية مثل مصر، الشيشان، تركيا والمغرب. يعني اكاديميتنا منهج جامعي تقدر يحافظ انها تختار الوقت اللي يناسبها نعم. واليوم اللي يناسبها وتحفظ فيه نعم شيء وايد حلو تكون عندكم هذه البادره اللي من عمر ثلاث سنين دائما ما يقولون ان يعني الواحد صعب انه هو يحفظهم، لكن اكيد هذه مبادره منكم شيء جدا جميل، لكن بتعرف اكثر ضحى على الانشطه اللي تقدمونها من خلال هذه الاكاديميه. أه ان شاء الله اختي ساره راح تتكلم عن هذه الأنشطة طبعا من الانشطه اللي تقدمها الاكاديميه ان مخيمات ومعتكفات سنويه رمضانيه، سفرات خارجية للفتيات مثل يروحون مكة ويحفظون القرآن المشاركة في المسابقات دولية لحفظ القرآن وكانت أول مشاركة أول مشاركة فعالة لنا هي مسابقة الأمير شارك فيها عدد من الحافظات المنتسبات لأكاديمية حفاظ البيان آه. والحمد لله تعدوا التصفيات بنسب عالية آه. الله يوفقكم إن شاء الله في التصفيات النهائية آه. وايضا آه المخيم رتيل اللي هو راح يكون ان شاء الله تابع لحفاظ البيان تابع لمباراه متميزين نعم على طاري آه رتيل مخيم رتيل رمضاني اللي راح تنظمه اكاديميه حفاظ البيان شنو هذا المخيم ضحى آه احنا اخترنا مخيم لانه يتك... آه فيه في آه العديد يتكلم. من الجوانب نعم. مثل الجانب آه الروح الروحاني والجانب الديني والترفيهي ويعني كذا جانب طبعا نعم. اكاديميه حفاظ البيان تأسست بعد التحقيق اللي حققه مخيم الرتيل السابق في صيف 2012. وشعار مخيم الرتيل هو تربية قرآنية لفتاة ربانية. بس أنا بقول شيء أن احنا مو هدفنا بس نحفظ القرآن ونختمه، لا بالعكس احنا هدفنا أن شلون نتعايش مع القرآن الكريم، شلون يكون القرآن الكريم بحياتنا. قريب. أي نعم، وشلون يكون القرآن الكريم بحياتنا جريب. بسمتنا شلون يكون القرآن الكريم قريني. أيه. نعم. طبعا في بعض. طبعا من الجوانب نعم. الروحانيه اللي راح نتكلم فيها في مخيم الرتيل هو دورات عديده راح يقدمها لنا ان شاء الله الشيخ ماجد العنزي نعم. هو امام المسجد الكبير الدكتوره ايمان المرزوق هي دكتوره في جامعه الكويت متخصصه نعم. في الفقه المقارن الدكتوره جميله خليف ماجستير في تفسير القران نعم, نعم شيء وايد حلو لكن بنتعرف اكثر على الشريحه المستهدفه من خلال هذا المخيم من هم ان شاء الله راح تكون الشريحه من آه من 11 سنة ل 16 سنة. مم. نعم مم. بس هذا هذا العمر اللي انتم تاخذونه. ايه؟ نعم وشنو هدف هذا المخيم؟ لأن باجر أعمال موجودة في أكاديمية حفاظ البيان. صحيح. لهذه نعم. الفئة يعني مو لاقية الدعم الكامل من دولتنا. نعم وشنو أهدافكم في هذا المخيم؟ تربية قرآنية لفتاة ربانية. نعم. شلون نشت... تعايش مع القرآن الكريم هذا هدفنا. نعم شيء وايد حلو لكن هل في ممكن تقول انشطه وبرامج راح تكون في هذا المخيم؟ اي من الانشطه اللي هو كل كل يوم راح يكون في اعتكاف في المسجد ان شاء الله ومحاضرات قلت لك الشيخ ماجد العنزي والدكاتره في الجامعه ان شاء الله راح يقدموا لنا وشلون اعيش مع اسم الله الودود والفتاح نعم. في ظل الاجواء الرمضانيه ونحن احنا خذيناهم من بد كل الناس طبعا الحمد لله تسكر التسجيل عندنا ان شاء الله راح نفتح قائمه الانتظار لنهايه شهر سته. نعم. أه بإذن الله يعني إن الله اصطفاهم واختارهم إن يكونون في هذا المعتكف نعم. من بد كل البنات نعم وطبعا هذا شيء حلو جميل إن الفتاة لما تيجي تقرأ القرآن وتحفظه هذا وايد شيء يعني يفرح أصلا فبعد يعني بعد مرحلة حفظ القرآن شنو ممكن تسوي؟ اللي هو تأخذ السند مرحلة قراءة السبع أو قراءة السد وتاخذ مرحلة السند وان شاء الله انها تكون فتاه عالمه عامله في القران الكريم وطبعا نعم. هدفنا النهائي وهدفنا المهم من اكاديميه حفظ البيان هو تخريج مصاحف تمشي على الارض نعم شيء وايد حلو وان شاء الله نشوف هذه الاهداف تبدا تتحقق لكن ساره ذكرتي شيء وايد حلو ان اعتكاف البنت وفي المسجد لكن ضحى نودي تعرف اكثر على هذه الفكره شنو هي وممكن نقول المده اللي تخلي البنيه تعتكف وهل نشوف الاهل ممكن تكون عندهم هذه الفكره, الفكرة متقبلينها آه ايه طبعا هاي الفكره تكون متقبل آه يعني يتقبلونها لان الاعتكاف بالمسجد انه شلون احنا آه نعيش مع مع القران نعزلها أيه على العالم بعد اي نعزلها على العالم اللي برا من التلفزيون ويعني البرامج اللي برمضان اللي تاخذ وقتها من القران أيه. بس تاخذ كم نعم. ساعه في اليوم؟ آه هلا بس صلاه الجمعه بس نعم جمعتين راح تكون مم. واحنا مد مده المخيم هذا راح يكون ان شاء الله اسبوعين من اول رمضان لتاريخ 14 نعم وان شاء الله راح يكون في يوم ختامي باذن الله أي. نعم راح يكون حفله على شرف الحافظات المنتسبات للمحتكف باذن الله نعم وهل ساره هل يوجد دعم لكم في في ناس يدعمونكم؟ اي نعم طبعا احنا <applause> كمركز تطوعي نعم. نواجه طبعا مشكله في الدعم نعم. تدعمنا احنا مبره المتميزين نعم, نعم. وهم يعني احنا تابعين لهم. شوية نعم. حلو يكون في عندكم دعم لهذا النوع من البرامج، لكن ضحى هل شفتوا في صعوبات واجهتكم في قامتكم مثل هذه المخيمات؟ اي الدعم المالي شويه واجهنا، بس الحمد لله يعني قدرنا نتعدى هذه الصعوبه بمبرة المتميزين حيث ساعدتنا، وفي متبرعين يعني قدرنا نجتاز هالصعوبة. هال الحمد نعم, لله. نعم الحمد لله اكيد طبعا انتم قاعد تقولون من ثلاث سنين لي <applause> فوق ان الواحد يقدر يشترك وش اسمه وقلت ان هذا متواجد طول السنه مو بس برمضان راح يكون موجود اكيد زين شنو الصعوبه ان مثلا في عمر ياكم ثلاث سنين وحفظتوا هو ثلاث سنين في اكاديميه حفاظ البيان هم نعم. لهم منهج خاص فيهم احنا مجرد معتكف تابع لهم نعم. فرع من فروعهم تحت رعايتهم وتحت مبرتهم آه، ثلاث سنين هذه ان شاء الله خطه مستقبليه لها منهج مدروس وخاص وخذينا من يعني سوبر كفتش من دول العالم. نعم. وباذن الله نكون من حفاظ في اكاديميه حفاظ البيان. يعني. نعم الله وايد حلو لكن شوف مثل هذه المخيمات هل فيها رسوم ولا تكون لا بالمجان؟ آه، لا فيها رسوم آه، بس مبالغ يعني رمزيه. اي آه، مبالغ رمزيه لان تدعمنا مبارة المتميزين حيل تدعمنا. نعم نعم طبعا احنا قاعد نشوف وايد في مراكز لتحفيظ القران اكيد صح. في الكويت بس شنو يميزكم انتم عن غيركم؟ اللي يميزنا طبعا من اهم الاشياء اللي قلت لك اشياء من الدول العالميه اللي هو طريقه طريقه المنهج والمقرأه طريقه التدوين بالرسم العثماني. نعم يعني نعم. شيء وايد حلو اكيد. نعم شيء وايد جميل اللي انتم قاعد تسوونه شنو في انشطه تسوونها يعني مثلا في ناس تلاقينهم ودهم يحفظون القران بس ما يبي يحسون في في الملل او ما يبي يحسون طبعا هو ما في ملل في كتاب الله عز وجل بس, 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 بس البرنامج الدخل بس الدخل بس اي صح فيصير فما في انشطه بسيطه تسوونها بلا في برامج ترفيهيه غير مثل شنو آه ما نقدر نعلن عنها الحين مفاجات تسوونها آه. يعني <applause> بس ما سويتها موجوده بالمخيم نعم هو المخيم بدنا راح يكون من الساعة 11 الصبح لساعة 5 نعم. مدة حلقة الحفظ ساعتين في برنامج نعم. يفصل بينهم في بريك للصلاة وأيضا في دورات إن شاء الله ومحاضرات روحانية نعم سارة البسام إدارية في مخيم رتيل الرمضاني حياة شاء الله نورتين نعم. أكيد وضحى الخليفي اداريه في مخيم رتير رمضان نورتونا ومشكورين على حضوركم اليوم شكرا لكم اكيد شرفتونا اليوم في رايكم شباب نفخر في وجود مثل هذا مثل هذه الطاقات الشبابيه اللي شلون ممكن تحفظون البنات القران شلون ممكن البنية تستثمر وقتها في طاعه الله في شهر رمضان مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم ان شاء الله تكون استمتعتم في هذه الفقره ان شاء الله نشوفكم باكر في حلقه جديده مع السلامه مع السلامه